السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير متابعين الكرام وين ما تكونون، نرحبكم أجمل ترحيب في يوم جديد إن شاء الله وطرح جديد. قلنا هود وقلتوا هدى، طبعا أنا متواجد في هذا المكان وبخبركم عنه بعد شوي. أنا متواجد حاليا في المنطقة الشرقية في مكان ما بين الجبال اسمه شارع الستينات. متابعينا شارع الستينات، قبل ما أنا أصوركم الشارع نفسه، شارع الستينات بالفعل أنا كان قبل في الستينات. طبعا هذا الشارع كان يستخدم من قبل أهالي المنطقة الشرقية مثل دبا وخورفكان للتواصل أو الوصول إلى الإمارات الثانية. وطبعا مثل ما أنتم تشوفون في الستينات وقبلها ما كانت عندهم وسائل النقل المتطورة مثل ما تشوفون الحين. مثل ما تشوفون متابعينا الكرام، هذا الشارع ولا ما زال يعني القار موجود، بس لكنه عاد خلاص منتهي. طبعا الشارع ما بين جبال مثل ما تشوفون، ما بين الجبال، وسمي هذا الشارع بشارع الستينات. مثل ما خبرتكم ان الشارع يكون ما بين جبال، وهو سمي ما بين شارع الستينات عفوا، يوصلكم الى منطقة مسافي. مثل ما تشوفون يمتد الدرب ما بين نخيل يمينه ويساره، وهذه النخيل كان زرعها في الوقت القديم وكان سيد ورون سيد، وقاموا شو بدأ ما يعني تنهل عليهم اليبال سكروه بالأشياء هذه ما تشوف الحصار على اليمين هني وعلى اليسار، بحيث أنه شو يتسهل عليهم الطريق. مثل ما تشوفون متابعينا الكرام، كنا قبل كتش والحين بدأ يرد الشارع مرة ثانية، تشوفون هذا الشارع بدأ بعد يطلع. ما زال الشارع لكنه متواكل وبدأ شو يطيح. شارع الستينات. الهدف المقصود في هذه الرحلة أكثر شيء هذا الدكان، هذا الدكان القديم. لاند روفر بندخل داخل براويكم شو محتوياته. وهذه السيارة لاند روفر. وهذا الدكان ترجع ملكيته للمرحوم محمد علي بن داود العبدولي. طبعا الدكان تأسس في سنة 1962، يلا احسبوها كم من سنة لليوم. وهذه الأغراش القديمة اللي كانت تبتاع، اللي هي ميرندا والمازة والصودا. وهذا تقريبا من داخل، وهاي يسمونها السحارة. بسم الله. وهذا من داخل الدكان. تابعينا وصلت بعد يانا احد شوابنا الاولين، بناخذ علومه دام انه وصل وبنستغل معلوماته عن هذا المكان. مساك الله بالخير. الله بالخير. اول قبل ما نتعرف عليك نصورك، الامور طيبه عندك؟ مرحبتي. نصورك؟ مرحبا. ها؟ تفضل تفضل. ايش حالك؟ انا عاد دام انك وصلت نشوف هناك، شوف هنا الغنيمه. مرحبا. لكن ابي نتخبرك عن شارع الستينات، خبرنا وعن هالدكان بعد. مرحبتي. مرحبا. خبرنا. شارع اول بادي. هي. ماشي الشارع منه. ها ها. والشارع كان من هناك اول من الفريق هذا. هي. فريق حملات اللي كذبه. ذاك الوقت. هذا في الستينات الشارع. الستينات هذا، لكن الاول كان من هناك وعقب بدلوه من هناك المرحوم محمد الحمد، قال هذاك ما يجوز سووا منه. وسووا هذا هو طال عمرك اول بالعتل وبالمطرقه وبالمسمار بدون بدون معدات. نعم. قلت لي الانجليزي هو هني؟ ايه الانجليزي فتح اول فاتحين رواحنا. اللي هو هالدرب؟ اللي فتحناها اول رواحنا. نعم. المواطنين. زيود، عبادله، نعم. صريدات. ويشتغلون في البيت؟ كل حين يشتغلوا. قصدي على الشارع. على الشارع الين من المسافي. من المسافي. هذا الشارع من وين؟ من دبا ولا مسافي؟ من اول بدا من المسافي. لين دبا؟ وصيحنا على المسافي، لكن هو والعينة هذه الوادي هذا. نعم. هذا قمنا هاي اللي يبال عليه منه ومنه وندهن الحفر وين حصى كبار يكسروه بالمطر.
الستينات اللي فزع يوم بعده معنى استعمار بعده. ها. وسموه شارع الستين. الستينات إيه سموه عاد شارع الستين ذاك الوقت. نعم. خبرني عن الدكان هذا. هذا الدكان طال عمرك محمد بن علي. لحقت عليه أنت؟ إيه والله العام ربيع هذا أخوي عبال لكن العام توفى الله يرحمه. الدكان طال عمرك كان أول. ها. وادي منه ونش لخو محمد وسوى الدكان هذا سوى يبيع وشرة سوى فيه العيش نعم. الطحين نعم. السكر البزار القرفة القهوة كل حاجة سوى فيه نعم. وتوفى الله يرحمه عاد الأولى وكان يبيع للناس السائرة على هذا الدار على الطريق البلاد وغير البلاد نعم. علينا الديار هذه البلاد هذه عليها طال عمرك هاي الطيبة منو توابعها أول شيء منو؟ توابعها الطيبة أول هاي الطيبة منطقة هاي الطيبة منطقة الطيبة طيبة. طيبة نعم لكن توابعها الخليبية والغونة هنا هذا عباد تابع الفجيرة تابع الفجيرة نعم طيبة تابع الفجيرة نعم. الغونة الخليبية الوادي وادي السدر هاي تابعة أبوي السيارة هاي سالفتها أن هي راعيها راعي الدكان راعي الدكان محمد بن علي سبحان. محمد بن علي بن داود بيض الله وجهك ابويا نحن ما تعرفنا عليك الله يحييك شو منو تعرفنا عليك مرحبا سعيد بن احمد سعيد بن احمد منو سعيد بن احمد بن علي والنعم تدرون نحن استعجلنا عليه لان اساسا نحن ما كنا حد عندنا يشوف لنا المكان هذا بالصدفه يانا هذا الرجال انا احسب الاولاد اولاد محمد جزاك الله خير نحن عيالك ما نبغى شيء غير شوفك ورضى ربك عليك الله يعزك شو تامر علينا واسمح لنا على المقصه لا ما قصدنا على شيء الله يسلم ما مشكله طال الله يحفظك عادات وتقاليد في برنامج تراثيات قلت هود وقلنا هدى